صباح الخير عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. البنات قسني جالسه هنايا كنتسنى الثمن ديال الطوموبيل. اليوم عندنا واحد الحفله اللي هي زوينه بزاف، حفله مغربيه 100% اللي هي قفطان بلادي، يعني كيديروا واحد المره في العام كيديروا واحد السهره زوينه فيها مغنيين وفيها عرض ازياء ديال القفاطين المغربيه. ايوا دابا لقيتوني غادي نمشي حتى انا خدامه فيها، وغادي ندير معكم ان شاء الله واحد الفلوغ تما، غادي نقدر نصور لكم شويه تماك بالنسبه ل شنو كاين، شنو غادي يكون سنهاجي بعدا، غادي تكون الرباطيه، غادي يكونوا بزاف ديال المغنيين اللي من هنا واللي خارج المانيا بطبيعه الحال. يكون المقدمه غتكون سلمى. مهم غيكون بزاف الحويجات اللي زوينين، غادي نشاركهم معكم في هاد لا فيديو ان شاء الله انتم معايا. نوريكم بعدا تشوفوا الديكور كيفاش داير هنايا. الجو سخيخن ماشي البرد، انا لابسه هذا غير الحالات، لابسه السويجه من التحت، اختي جاني البرد في الليل، اما الجو زوين. غادي نوريكم شويه هكا تشوفوا المنظر كيفاش داير بالاوراق الصفراء يا خيتي. الاوراق الصفراء. المهم الجو غزال خريفي 100%. Thank you.
لأي غنبي وجه تحية كبيرة الفنان ونجمة كانت غتكون معنا اليوم ولكن ما كتابش ظروف. هي صديقة وأخت واللي كتمر بواحد المحنة كبيرة وحنا المغاربة كنعرفوا أن قلبنا كبير.
مني.